تدني القدرة الشرائية بأغلب القطاعات من صحة، تربية، تعليم وتكوين، البريد، الضرائب، الشؤون الدينية وغيرها، أجمع عليه مختلف موظفي القطاعات في ظل ارتفاع وزيادة الأسعار في المواد الأولية، وبالمقابل استقرار في الرواتب الشهرية. الأساتذة راهي ما تقدرش تنتظر يومين ولا ثلاثة ولا أربعة تأخر في الأجور، هذا مؤشر بأن الأجر تاعنا ما راهوش يكمل 15 يوم وما يقدرش يغطي ال 15 يوم من الاحتياجات الضرورية، أتكلم عن الاحتياجات الضرورية. إلقاء الظل على القدرة الشرائية للمواطن عامة ولبيولوجيا الصحة العمومية خاصة التي تدهورت يتراوح بين 33 ألف دينار إلى غاية 37 ألف دينار. يتراوح راتب الأئمة بين 22 ألف إلى 40 ألف دينار جزائري كحد أقصى، و 22 ألف دينار جزائري يعني لا يمكن أن تسد حاجات موظف له عائلة. هذه النقابات وتحت لواء الكونفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة تقترح إنشاء مرصد وطني يوازن بين الراتب الشهري والقدرة الشرائية. الوصول ممكن جدا إلى ما يسمى إلى مرصد وطني للقدرة الشرائية. هذا المرصد هو جهاز يساهم في استقرار الحياة الاجتماعية للمواطن حتى يكون دائما يضمن العيش الكريم له. كاين اللي يتقاضى 20 ألف دينار جزائري، وكاين اللي يتقاضى 30 ألف جزائري دينار جزائري، وفيه حتى مسؤول اللي راهو يسير ويمضي على ملايير المليارة ويتقاضى 45 ألف دينار جزائري. بالنسبة اللي عندهم ربما 5 سنين عمل ولا حاجة يتراوح ما بين 35 دينار 32 35 حتى 37 دينار ألف دينار، يعني 40 ألف دينار يعني على أقصى اللي عنده 5 سنين. الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن طالبت ولا تزال تطالب عن طريق نقاباتها المستقلة مراجعة الراتب الشهري بما يتوافق والقدرة الشرائية، فهل ستأخذ الحكومة بمقترحها هذا ونشهد في قادم الأيام إنشاء مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية؟